أعزائي التلاميذ، موضوعنا اليوم درس دادا. أول ما أبدأ أول خطبة الصف الأول هي أعلمه على لزمة القلم. ألزم القلم بالأصابع الثلاثة وأبدأ أكتب. أول حرف عندنا بدرس القراءة هو حرف الد. أكتبه بهالصورة، أعلم التلميذ شلون يكتب حرف الد ويجعل الخط عدل بهالصورة. أكتبه، أعلم شلون يكتب حرف الد. أعتبر هذا دفتر وبيه خطوط أو أسطر، بين سطر وسطر راح تصير كتابة التلميذ. مثلاً اللي فوق أكتب لهم أو أنتم تكتبون، السطر الثاني يبقى فارغ، أكتب جوا السطر الثالث الطالب يكتب بهالصورة. أحاول أتابعه وأشوف شلون يكتب بهالصورة. بين سطر وسطر راح يصير الكتابة، هذا السطر أتركه أكتب على جوه، هذا أتركه أكتب على هذا السطر الجوه، هيك الطالب راح يبدي يكتب. بس طبعا بمتابعتكم وانتم تكونون يعني تلاقونهم بالكتابة بهالصورة. إذا كتب الطالب هذا أعتبره خطأ، ما ينكتب بهالصورة، ينكتب بهالصورة. وأكو بيهم الطلاب اللي هسه هم التلاميذ اللي يتعلمون، أكو بيه يكتب هيجي ويكتبها جوه ويكتبها هيجي، عادي ماكو مشكلة. بس انتم شوية شوية تبدون تعلمونهم يكتبها بالصورة الصحيحة. أعلم ماما مو هاي، هاي ما أكتبها هيجي، أكتبها هيجي وأجعل على الخط عدل، بحيث يتعلم شلون يكتب حرف أو يرسم حرف الد. صوت الحرف د، احنا لفظ الحرف د، لفظ د كتابته بهالصورة، هاي هيجي اعتبرها خطأ. إذا كتبها هيجي أو هيجي أو هيجي، أبو يكتبونها بالمقلوبة بالعكس، فهذا كتابته بالصورة الصحيحة. هذا الحرف د. بالمقطع إذا أضيف فيها حرف الآ، عندي حرف الآ ينكتب بهالصورة، راح أصادق حرف الد ويا حرف الآ، أعتبره مقطع، أكتب دام د آ دا، راح يصير لي مقطع دام د آ دام. أعلم التلميذ عدة مرات، أظل أردد إلى أن يردد وراي بحيث يحفظها. التكرار هي اللي تعلمه على الطريقة الصحيحة. د آ دا إد داد، هيجي أتعلم اللفظ أو أتعلم طريقة التهجي. د آ دا إد داد آ دادا، بهالطريقة هاي راح يبدي يتعلم يتهجى خطوة خطوة، راح يكون التهجى عنده بصورة كل سلسة وسهلة. أعيدها، شلون أعلم التهجي؟ د آ دا إد داد آ دادا. بالاستمرارية من راح تظل تكرر عليه التهجي وانت تكتبها يباوع لك التلميذ، راح تصير عليه الطريقة كلش سهلة وحلوة، وطريقة التهجي راح يتعلمها بصورة أسرع وأبسط، كلش سهلة وحلوة. نبدأ بالدرس، أقرأ أول شيء للتلاميذ بصورة صحيحة بدون تهجي. دادا 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 دادا، مقطع دا 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 دا. وأعلمه شنو معنى كلمة دادا. كلمة دادا هو الطفل أو الطفل الصغير، يعني يكون طفل صغير أسميه أو أصيح له دادا. هذا موضوعنا اليوم كل سهل وبسيط وحلو. بالنسبة للطلاب راح يكون الواجب عندهم بهالصورة، أكتب الورقة الأولى حرف الد يمليها الطالب بين سطر وسطر، والورقة الثانية أيضا بين سطر وسطر حرف الآ، والورقة الثالثة مقطع داء بين سطر وسطر، وكلمة دادا وهو يكتب الطالب أحاول أهجي وياه حتى تصير طريقة التهجي كلش سهلة وحلوة. شكرا لكم طلابنا.